نظم مجموعة من أصحاب العقود والأجور اليومية في محافظة بابل وقفة احتجاجية لعدم صرف رواتبهم المتأخرة. المحتجون أكدوا أنهم لم يستلموا رواتبهم منذ 7 سنوات، مطالبين بحصر تعيينات درجات الحذف والاستحداث لأصحاب العقود والأجور اليومية. شنو هالبلاش اللي دا نشتغله يوميا، دا نداوم بالمحافظة ونداوم ببلاش، زين ليش؟ يعني حتى الله ما يقبلها، يعني يقولون ما عندنا فلوس، يعني ماكو دولة ما عندها فلوس، هذا كله كذب. قضية الحذف والاستحداث، دائما تشوف قضية الحذف والاستحداث بكل العالم لازم يجي أولا للعقد والأجر اللي عنده على سنوات اللي عمل بها، لازم إلى أفضلية. فإحنا اليوم صارنا أولا 7 سنوات ما مستلمين راتب، يعني نطالب برواتبنا بأثر رجعي. درجات الحذف والاستحداث سنة 2017، سنة 2018، سنة 2019، هذه نقطة مهمة. 3 سنوات لابد وأنكم موظف طلع تقاعد، لابد أكون متوفين، أكو هاي أمور، يعني هذه درجات الحذف والاستحداث لازم إحنا تكون إن يعني حق بيها. ديوان محافظة بابل ورؤساء اللجان اللي عليهم قضايا فساد مالي وإداري المفروض ينحالون إلى القضاء العاجل وما يبقون لحد الآن يمارسون مهامهم بشكل طبيعي. هواي تجاملت بها هذه الدرجات، هواي انظلمت بها ناس، كان الأولى والأجدر أن تكون هذه الدرجات هي فقط للفئة المتعاقدة من الأجور والعقود اللي بداخل الديوان. يعني تجي الدرجات ونسجل ونروح للمكاتب، بعدين شنو؟ نقعد ونسكت. هاي على كم مره ماكو درجات الوظيفيه تطير، وين تروح من يدر؟ احنا نريد هاي الدرجات اللي راح تجي، الحذف والاستحداث نريدها خاصه للاجور والعقود وبس.